Ni hao, I am Sultan Hamdan Al-Gharibi from the United Arab Emirates. I'm responsible for the government relation, emiratization between CBECC and the UAE authorities in the Human Resources Department of CBECC Gulf Regional Branch. انضممت إلى الفرع الإقليمي لشركة China Petroleum and Construction Corporation فرع الخليج في عام 2013. أكملت أكثر ما يقارب من 10 سنوات في الشركة. خلال 10 سنوات لم أكبر فحسب، بل اكتسبت العديد من الخبرات والصداقات التي جعلتني أشعر بدفء العمل في هذه البيئة. منذ البداية كنت مسؤولاً عن بناء وتطوير العلاقات الخارجية وكذلك تطوير الأعمال التجارية للشركة. أعمل حالياً كمدير علاقات عامة وأقوم بتقديم الدعم الكامل لخدمة مختلف المشاريع في الفرع الإقليمي. أشعر بأنني تطورت وتحسنت في العديد من المهارات وأصبحت أمتلك في هذا الوقت الثقة الكاملة في العمل، وفي الوقت نفسه لم أعد مستعجلاً في حل المهام المعقدة، وأستطيع حالياً أن أضع لي أولويات في العمل.